بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل في شابتر 2 لكتشر 2-7، ونحل اليوم إن شاء الله السامبل بروبلم 2-5. في هذا المثال في عندنا قناة مائية موجودة عندنا هنا. هذه القناة المائية فيها الموية تتدفق في هذا الاتجاه. في هنا عندنا سيل بوتس، يعني زورق شراعي مثبت في هذا المكان باستخدام 3 كيبل، ثلاث حبال، اللي هي A B هنا، T A B هنا يقول لك إنه شد فيها 40 نيوتن، والT A E يقول لك إنه شد فيه 60 نيوتن. هذا طبعا غير معروف. المطلوب منك إيش هو؟ المطلوب منك drag force exerted on a hole، يعني المطلوب منك هو قوة هذا تدفق الماء على واجهة الزورق الشرعي. أولا ودنا نسوي free body diagram. free body diagram هذا اللي هو space diagram. بدنا ناخذ عند النقطة A ونشوف ايش هي القوى اللي مأثرة عندي. في عندي ال FFD اللي هي قوة تدفق الماء، في عندي TAC TAB TAE زي ما هو موجود عندي هنا. بعدين في عندي بعض الزوايا ممكن نحسبها مباشرة. لاحظ الزاوية ألفا هذه، ممكن مباشرة نعرف ان تان ألفا تساوي كم؟ تساوي 7 قسمة 4. اذا نجيب منها الألفا، وبنفس الطريقة نجيب البيتا لانه عارفين المسافة هذه تساوي 1.5 قسمها على 4 تعطينا اللي هي الزاوية بيتا. متى يكون عندنا إكويليبريوم؟ لما يكون محصلة هذه القوى كلها يساوي الصفر. أولا نحن في عندنا القوى الموجودة في الأسلاك الموجودة عندنا هنا هي الدراج فورس، هذه بدنا نجزئها إلى مركبة X أكسس ومركبة Y أكسس زي ما شايف في الرسمة هذه. هنا تي اي سي اللي هي مركبة هنا، هذه الإكس أكسس والواي أكسس. نفس الشيء تي اي بي هنا، هذه مركبة وهذه المركبة الواي اكسس. اما ال اف اف دي اف تي اي اي هذه ما لها الا مركبة واحدة باتجاه الواي اكسس بالسالب. اوكي، اذا اولا ناخذ تي اي بي موجود عندنا هنا، في لها مركبة اكس اكسس نحطها بالاي والواي اكسس نحطها بالجي. نفس الشيء بالنسبة للتي اي سي، نفس الشيء بالنسبة للتي اي اي، لكن هنا لاحظ تساوي ناقص 60 جي. ليش؟ لانه ما في لها الا اتجاه واحد. أما الـ FFD ما إلها إلا مركبة واحدة باتجاه الـ X-axis. نأخذ الـ R اللي هو المحصلة تبعهم، نجمع الكل. طبعاً كل شيء فيه الـ I نحطه على جنب، كل شيء فيه الـ J نحطه على ناحية. هذه اللي هي الـ RX، مركبة الـ RX اللي هي مجموعة هذه القوى الموجودة هنا. بعدين إذا كانت الـ R هذه تساوي صفر، المحصلة هذه تساوي صفر، فهذا يعني إنه هذا الجزئية اللي هي الـ X مركبة الـ X-axis هذه حتكون تساوي صفر وحدها، وتكون الثانية تساوي صفر. من المعادلة الثانية إيش المجهول عندنا؟ المجهول عندي إلى تي اي سي، نجيب منه قيمة تي اي سي مباشرة، ونروح نعوض بهذه القيمة وين؟ في المعادلة الأولى، ونجيب قيمة الـ FFD اللي عندي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.